وجدت في الرسم على الكمبيوتر سماء تنطلق فيها، فكانت الرسامة غادة مراد وجه المدينة لهذه الحلقة. الرسم على الكمبيوتر فن لا يتقنه من الرسامين إلا القليل، وغادة مراد واحدة ممن وجدت في هذا الرسم إبداعها الأخاذ وفنها المشرق. بالنسبة لغادة لم يكن مجرد موهبة وهواية فقط، بل طموح ترجمته الإرادة إلى فن تعبيري ووسيلة تأثير. درست غادة الفن على أيدي فنانين ومختصين، والتحقت بدورات تأهيلية حرصا منها على الاستفادة من التجارب الفنية والخبرات العلمية ومواكبة كل جديد في عالمها الفني. بعد ما شاهدوا لي الأهل والأصدقاء وأبنائي أنني يعني اللي عندي شيء جميل وبالفعل يستحق أنه يشوفوا الآخرين، بدأت أسعى خطوة خطوة، يعني بدأت أول رحت معهد الفنون المعهد الفنية اللي هي في كلية الهندسة في التكنولوجيا، وهم قالوا يعني كل واحد يقول ينصحني أنني أروح لواحد، فبعدين رحت وزارة الثقافة وقابلت مدير عام الثقافة، وبعدين هو قال لي روحي المحافظة، بعدين رحت معهد الفنون الجميلة، عرضت لوحاتي على أكثر من جهة وعلى أكثر من شخص، فالكل يشهد أن هذا عمل إبداعي مميز، لكن يعني هذا العمل لن يفهم لنا. لوحاتها الفنية ليس فقط مجرد أشكال ومناظر تشكلها الألوان، بل ينظر لها كفن له دلالات عديدة تعبر عن مشاعر وأحاسيس وجدانية لا يفهمها إلا من يجيد قراءة الواقع وفلسفة الحياة. انتقت غادة موضوعاتها من الطبيعة والحياة، وأكسبتها حساً مزجت فيه بين الألوان والمضامين، نقشت فيه إبداعها وترجمت أفكارها رسماً في غاية الروعة والتفرد. ما يحمل غادة على الرسم حالات ومشاعر قد لا تدركها هي نفسها، لتتحول في نهاية الأمر إلى أشكال ولوحات ذات أبعاد نفسية تحمل معان وأحاسيس كالفرح والحزن. الدعم المادي هو ما تفتقر إليه الفنانة غادة، وهو ما شكل لها التحدي الأكبر في مسيرتها الإبداعية، فالرسم كغيره من الفنون يحتاج إلى المال ليخرج وليداً لضوء الحياة ويكبر تحت نظرات الإعجاب والانبهار. غادة مراد نموذج للمرأة العدنية التي انتصرت لإرادتها بجهود ذاتية وبدعم أسري محدود، وتحملت قسوة الحياة وظروف المعيشة لتصنع من موهبتها فناً ومن خيالها الواسع أسلوب حياة في بلد تتضاءل فيه فرص العيش، ناهيك عن فنانة تحفر بين ثنايا صخور الفرص.